مولدين جديدين إذا أصبحنا زادوا جوج بيسينات احنا مجموعه ديال الجمعيات كاع الجمعيات اللي مستافده من المسبح البلدي لجيرونوي ياك كنا تنشتغلوا في جيرونوي عندنا حصص ديالنا وتنشتغلوا لمده 6 شهور تقريبا من نهايه مارس حتى المنتصف نوفمبر وتيتغلق لابيسين وعندنا ابطال في مجموعه ديال في السباحه عندنا في الترياتلون عندنا في الغطس في الانقاذ الى اخره دونك فاش سمعنا انه جوج ديال لي بيسين بغيت تبناو تخينا خير وبدا الحوار عندنا مع المجلس البلدي على اساس نبنيو التصور كيفاش يشتغلوا هاد المسابح الى اخره الا انه في شهرين الاخرى تنتفاجئوا انه في واحد اللقاء اللي استدعانا ليه المجلس البلدي تيحيلنا على ممثل شركه سونارجيس قال لنا قدموا لنا بانه هاد الشركه هي اللي بغات تكلف بالتدبير ديال 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 المسابح قلنا ليه مرحبا الممثل ديال الشركه بعد ما قدمنا الشركه عطانا لاكري ديال الثمن بدات ب 5000 درهم اقل ثمن بدات ب 5000 درهم بعد ما كان نقاش قلنا له ودي راه هادشي اسمح لي هذه 5000 درهم واش للفرد ولا هذا الشراك سنوي على كل فرد على اساس انه حنا نتكلفوا بالمدربين وحنا نخلصوا التامين بعد الاخذ والرد وبعد المساهمه ديال الجامعه ديالتنا الملكيه للسباحه طيحوا اقل سومه هي 2100 درهم على الاطفال بين 5 و 12 وهذه السومه تطلع مع السن ياك الا انه لقينا بان هذا الشيء تعجيزي جدا بالمقارنه مع الاثمان اللي كنا حنا تنديروا الاطفال ديالنا 50 درهم للشهر وها هما لا كونطابيليتي وها هي عندنا ويجيو يراقبوا ويجيو لديه التقرير المالي انا تنعطيوه للمجلس البلدي كل ما طلبنا المنحه وبالمناسبه راه عامين هذه ما استفدناش منها هذا بين قوسين دونك قلنا حنا بما انه هاد الشركه بغيت تدعمها البلديه ايوا تعطينا حنا امتياز يعني خص الوضعيه اللي كنا فيها نترقاو بها وهو قلنا غادي نعوموا ونترينيو بالاطفال ديالنا السنه كامله ماشي غادي نرجعوا للور يعني انه وخاصه نسيت واحد النقطه وهو انه كاين عندنا مجموعه ديال الاطفال في حاله هشاشه تنتميو جوج جمعيات جمعيه خطوه وجمعيه اس او اس فيلاج تنترينو بيون فابور المهم في وضعيه هشاشه هاد تعيشوا في هاد الجمعيات في هاد الهيئات وحنا تندربوا بهم فابور فاش ذكرنا لهم هاد الحالات وذكرنا لهم الابطال ديالنا اللي ما تيخلصوش وذكرنا لهم لي ديبلاسمون اللي تمشيو المشاركه ديال 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 البطولات الى اخره قال لك حنا تنعرفوا هاد الثمن يعني انه ما كاين حنا تنتمناو على طريقكم يستمر معنا المجلس البلدي في الحوار ما حنا ما معارضين ما ضد ما معنا غير بغينا نترقاو بالوضعيه اللي كنا فيها باش وليداتنا يستافدوا شكرا اول حاجه كنشكر جميع المناظر الاعلاميه اللي حضرت اليوم وقامت بتغطيه هذه الندوه الصحفيه للهدف منها هو يعني الاحتجاج على يعني التوجه اللي كتوجه به المسجد الجامعي لاكادير في اطار تفويت المسابح باكادير لشركه سونارجيس كما اننا يعني خلال الندوه قمنا بطرح يعني جميع الاشكاليات اللي كتعني هذه الجمعيات وكذلك الدور الكبير اللي كتقوم به في المدينه في استقطاب يعني واحد الشريحه مهمه والتكوين ديالها لا رياضيا لا اجتماعيا وكذلك مجموعه من المحاور الاخرى بالنسبه لاهم النقاط كذلك اللي تم التطرق اليها هو يعني ايجاد واحد الحل الوسط يعني باش يعني لان الفئات جميع الفئات المجتمعيه انها تستافد حيث على حسب ما ورد الينا ف يعني التصور ديال الشركه فكيقصي يعني مجموعه من الفئات للاستفاده من مجموعه من الرياضات المائيه بما فيها السباحه وكذلك الغوص نعم كذلك يعني بسبب يعني مجموعه من العوامل وكذلك كنشوفوا ان ضروري من ان الجمعيات يكون لها واحد القدم يعني في تسيير هذه المسابح بحكم يعني التجربه ديالها والاحتكاك ديالها الدائم يعني بالميدان اسباب كذلك يعني اللي احتجت عليها الجمعيات هو انه يعني يتم يعني معامله الجمعيات يعني كاشخاص يعني فرديين بحيث يعني قيل لنا بان يعني كل
الطفل يعني يجب اداء واحد القسط اللي هو كنشوفوا انه مبالغ فيه وما غاديش تقدر عليه واحد الشريحه كبيره من الفئه المجتمعيه، خاصه يعني اننا كنتعاملوا مع واحد الفئه اللي هي نقولوا هشه نوعا ما، وما غاديش يكون يعني اللي هو المبلغ يعني في اخر يعني اجتماع مع المجلس الجماعي لاكادير وكذلك الشركه اللي يرجح انها ستسير هذه المسابح هذه مبلغ 2100 درهم، يعني هذا هو بالنسبه للثمن العادي، و1900 درهم يعني كامتياز للجمعيه اللي كنشوفوا انه ضعيف بزاف وغير كافي يعني باش تقوم الجمعيه بتسيير وتاطير يعني في هذا المجال بهذه النسبه الضعيفه هذه. واش هذا المبلغ يعني للفرد ولا لكل جمعيه؟ لا هذا المبلغ بالنسبه للفرد، يعني انا الفرد يعني 2900 درهم يعني للطفل، وهذا المبلغ كنشوفوا فيه انه مبالغ فيه جدا وما غاديش تقدر مجموعه من الاسر باش تؤدي هذا الواجب هذا، خاصه ان كنلقاو يعني كيجيو عندنا عائلات واسر اللي كتلقى مثلا الاب عنده جوج اطفال او ثلاثه، فالمبلغ غادي يكون قاسح صعيب عليه شويه. ولكن من بعد تحلنا الجمعيه تيقولنا من كونسوناج يعني هذا هو حنا راه ماشي ضد الكونفونسيون، ماشي ضد حنا ماشي حزب، ماشي حزب، ماشي حنا تضربوا على حقنا باش معي اول